السلام عليكم ورحمة الله، جيناكم فيديو جديد مغامرة جديدة. اليوم على شاطئ الساحل بني بلعيد ولاية جيجل. هذا الشاطئ كاين زوج طرق باش توصل ليه، طريق على الغابة ولا طريق على جبل. وطريق على جبل هي طريق خطيرة شوية، لكن فيها مغامرة ممتعة لعشاق المغامرات. أما الطريق الثانية وهي بالفلوكة من شاطئ المركزي لبني بلعيد، تروحوا في 4 ولا في 5 بسعر 200,000 2000 دينار ذهب وإياب، تتفاهم معاه على قده يرجع لك العشية. مدة الرحلة حوالي 15 دقيقة. هو شاطئ رائع بكل ما تحمله الكلمة، كما واجب علينا نحافظ عليه. حاجة اللي لاحظتها أنه هذا الشاطئ الناس تخلي فيه شوية زبل تاعها، مدى بكم تنحوا هذه العادة. ومشاهدة ممتعة.